انا بفهم انجليزي بس ما بعرفش اعبر. ده معناه ان مستواك في الانجليزي جيد، ولكن الخوف والتردد بيخليك ما تعرفيش تترجمي الكلام اللي في دماغك لكلام فعلي. اوكي، طب احلها ازاي؟ حلها المحادثه والدراسه المستمره. عشان كده في 4 ليفل 1 بنقدم لك مستويات دراسه ومحادثه يومين في الاسبوع من خلال انشطه مختلفه. تقدري تتكلمي انجليزي من غير تردد ولا خوف، وفي خلال 6 شهور بس تقدري تعبري عن نفسك تماما.